حنشرح المحاضرة الأولى من Chapter 1 بمادة Systems Analysis and Design Methods. طبعاً المادة هاي من اسمها Analysis، يعني رح يكون في عنا تحليل للأنظمة، وكمان رح نكون قادرين بعد ما نخلص نهاية المادة إن نعمل Design Methods، يعني نصمم Methods، طريقة معينة لحل المشكلة. تمام؟ طيب ببساطة قبل ما نبلش بالكورس، على سبيل المثال لو أنا جيت على طلاب CS، أوكي طلاب الحاسب، وبلغتهم إنه إحنا حابين تبرمجون للنظام مثلاً لجامعة، هل يعقل يعني إنه أوكي يلا نبرمج، يلا نفتح الجهاز ونطبق؟ طبعاً لا، يعني قبل ما إحنا نبرمج لازم نعمل إيش؟ System Analysis، بدنا نحلل النظام. بعد ما نحلل النظام نقعد نفكر كيف بدنا نصممه اللي هي الديزاين. تمام؟ فأول إشي بتصير مرحلة System Analysis، بعدين بتصير مرحلة الديزاين. Anyway، هلا إحنا كل فكرتنا بهذا الكورس إنه إحنا لازم نتعرف على مفاهيم إيش يعني Information System، أوكي، أو هي اللي ما تعرف بالIS، أوكي، إيش هي أنواعها، إيش تطبيقاتها، هذا كله رح نتعرف عليه. الستيكهولدرز اللي هم المالكين أو الناس اللي عم تطلب منا يعني البرامج، تمام، مين هم، إيش أنواعهم، تمام، هل هم ممكن يعني ممكن يكونوا بس مجرد إنهم هم بيستخدموا هذا النظام أو إنهم بدهم يطوروا على هذا النظام. وطبعاً رح نعطي إكزامبل على كل واحد، يعني الستيكهولدرز نوعين، ممكن إنه يكون هدفه الاستخدام أو هدفه التطوير. كمان في عندي رول قاعدي، يعني أو يعني قاعدة معينة للسيستم أناليسيس. أنا بدي بحلل النظام، كيف أنا ممكن إني أمشي بطريق موحدة وأحلل هذا النظام سيستم أناليسيس وأصل للإنفورميشن سيستم اللي هي معلومات النظام. يعني أنا بحلل النظام بهدف الحصول على الإنفورميشن، على المعلومات. تمام؟ كل هذا رح نحكيه بالتفاصيل later on إن شاء الله. Identify these skills I needed to successfully function، يعني إحنا لازم نعرف المهارات اللي إحنا محتاجينها عشان الفانكشن ينجح، يعني عشان الوظائف اللي بيقدمها النظام تنجح. And Information System Analystic اللي هو النظام اللي رح يقدمنا يعني المعلومات. Describe current business driver، إحنا بهذا الكورس لازم نعرف إيش هو business drivers اللي هي المتطلبات للبزنس، يعني لازم نعرفها ونشوف مدى تأثيرها على information system development اللي هي على تطوير أنظمة المعلومات. كمان في عنا إشي اسمه technology derives، يعني في فرق هلا عنا بين البزنس والتكنولوجي، فلازم نعرف شو الفرق بيناتهم. ونفس الإشي بدنا نعرف التكنولوجي derives كيف بتأثر، اللي هي التقنيات كيف بتأثر على تطوير أنظمة المعلومات. بشكل عام رح أو بشكل مختصر كمان رح نوصف simple process for developing information system، كيف إحنا ممكن نطور هاي الأنظمة المعلومات. تمام؟ خلينا نشوف هذا السلايد، كي بس رح أكبر الشاشة شوي. خلينا نشوف اللي هو information system، أنظمة المعلومات، أو إحنا بنسميه عالم الأتمتة. إيش يعني أتمتة؟ يعني بدل ما أني أضلني أشتغل على ورق وقلم بصير كلياته أوتوماتيك، فهاي من اللي هي الأوتوميشن سيستم، عالم الأتمتة. تمام؟ هلأ الانفورميشن سيستمز اللي هي أنظمة المعلومات تندرج تحتيها مفاهيم كثيرة، تندرج تحتيها مفهوم الترانز أكشن بروسيسور سيستم، يعني الترانز أكشن اللي هي حركات النظام، معالجة حركات النظام، تندرج اللي هي بسموها التي بي، هلا رح نحكي عنها. الام انفورميشن سيستم، هاي الام اي اس اللي هي ايش، هي الام اي اس اللي هي مانجمنت انفورميشن سيستم، كيف انا ادير نظم المعلومات. في عندي ديزيجن سبورت سيستم، انا كيف اخذ قرار في هذا النظام انه هذا يصلح وهذا ما يصلح. الاكسكيوتيف، كيف انا بدي انفذ هذه الانظمه، كيف بدي اتعامل مع الانظمه الخبيره، اكسبيرت سيستم. وكمان في عندي نوع من الأنظمة communication and cooperation اللي هي عمليات الاتصال والتواصل، زي مثلا البلاك بورد يعتبر من أحد هذه الأنظمة اللي هو بهدف التعاون بين الطالب والأستاذ والاتصال اللي بينهم. في عندنا الأوفيس أوتوميشن سيستم اللي هي كيف أنا أعمل أتمتة للنظام المكاتب. كل هذه الفروع تندرج تحت مين؟ تحت الانفورميشن سيستمز اللي هي أنظمة المعلومات. خلص إحنا ما رح نضلنا نحكي بالعربي، information systems اللي هي أنظمة المعلومات. أوكي؟ طيب خلينا نشوف هون على الجهة اليمين واليسار، في عنا هون الـ pliers وعنا هون الـ process، يعني هون اللي بيلعب الدور وهون اللي بيعالج.
تمام. طبعا هون عندي سيستم اناليستيك بروجكت مانجرز، هاي هون مدير المشروع اللي رح يحلل لي اياه، بيكون مسؤول على السيستم بيلدرز اوكي كيف النظام حينبني، السيستم ديزاينر كيف رح نصممه، كيف رح نستخدمه، يوزرز ومين رح يكون المالك له، تمام. هاي هي لو اجينا على هون بروجكت اند بروسيس مانجمنت، شو الفرق بيناتهم؟ هون اناليسيس اوكي، هون بروسيس اوكي. هاي هي الفرق بيناتهم. هون مدير المعالج، اداره المعالجه، في عنده سيستم انيتيشن، عنده سيستم اناليسيس، طبعا هون السيستم اناليسيس اللي هي التحليل، هون عنده سيستم ديزاين اللي هو التصميم، عنده سيستم امبلمنتيشن اللي هو التطبيق، وهاي انيتيشن اللي هي التعريف بالنظام. اوكي رح نحكي عنها ان شاء الله بالتفاصيل. قبل ما نبلش لازم احنا نفهم هاي المصطلحات، يعني انا حكيت كثير مصطلحات بس ايش معناتها؟ لما احكي كلمة نظام سيستم، ايش يعني سيستم؟ is a group of interrelated components that function together to achieve desired result. يعني انا عندي مكونات، هاي المكونات لها علاقة مع بعضها، كلاتهم مجموعة واحدة لهم علاقة مع بعضها، بيقدموا لي function وظيفة معينة بالتعاون مع بعض، بالحلقة الأخيرة بوصلوا لي النتيجة اللي أنا بدي إياها، اللي برغب لها، desired result. تمام، هذا تعريف السيستم النظام. إيش يعني information system أو اللي إحنا رح نشوفه كثير IS؟ طبعا اختصارات جدا مهمة يا صبايا، هي عبارة عن arrangement of people, data, process and information technology. يعني هي عبارة عن مجموعة من الناس، البيانات، المعالجات، تقنية معلومات. شو يعني تقنية معلومات؟ يعني زي الانترنت، زي مثلا WW، زي مثلا الايميل، هاي الاشياء كلياتها بتتفاعل مع بعضها البعض، هاي الاشياء بهدف انها تعمل جمع او تعمل معالجة او تخزن او تعطي اوتبوت لهاي المعلومات. يعني هدول الجماعة اللي فوق كلياتهم بتعاونوا عشان يعطوكي الانفورميشن اللي بتدعم او اللي بتخص الشركه، فهذا هو الانفورميشن سيستم. طيب حكينا هون احنا انفورميشن تكنولوجي، خلينا نحكي بالتفصيل ايش يعني انفورميشن تكنولوجي. A contemporary term that describes the combination of computer technology. يعني هو عباره عن مصطلح بيستخدم علشان يوصف كل مجموعه او من تقنيات الحاسب، سواء كانت هاردوير او سوفتوير، تمام، بالإضافة إلى تواصل مع الشبكات اللي هي الداتا والإيميج والفويس نتورك. يعني رح تقولي لي كيف يعني تكنولوجيا؟ هلا ببساطة، هلا أنتوا لما عندكم الجوالات مش في عند تحطي بصمة إيدك أو بصمة العين؟ طب ما هاي اسمها تكنولوجي، هاي تكنولوجي، صح ولا لا؟ لما إنه مثلا لما الجهاز يتعرف على بصمة العين، الجهاز هذا نفسه هاردوير أوكي، فهذا تكنولوجي. أي تكنولوجي إحنا بنستخدمها، سواء بتتعالج بيانات أو صور أو فويس صوت، يعني زي سيري عندنا بالآيفون، تمام، هي نوع من أنواع التكنولوجي، تمام. فهاي هي الانفورميشن تكنولوجي. أوكي up to you why organization use information system. يعني هلأ حاليا الشركات عندنا كثير بتهتم للموضوع IS اللي هي الانفورميشن سيستم، أنظمة المعلومات. ليش؟ ببساطة سهلت الشغل عليهم، حولنا الأشياء من مانيوال لأوتوماتيك، نظمت. تخيلوا أنت مثلا تروحي، أبسط مثال، السجلات الطبية بالمستشفيات، بعدهم لو إنهم على الزمن القديم بيحطوه بغرف، وإذا بدك تيجي تسألي عن معاملة الموظف بيقعد إن شاء الله 3 ساعات بس لحتى يطول ملفك، لكن على الكمبيوتر تعطي الهوية، رقم الهوية الوطنية أو رقم الاشتراك، مباشرة بيقدر إنه يسترجع ملفك. هاي أبسط شغلة. طيب هلا عنا الIS، تمام، في عنده أنواع زي ما حكينا بالصورة إذا بتتذكروا قبل شوية، منها Transaction Processor System، يعني من أحد أنواعها. إيش فكرة Transaction Processing System أو ما تعرف بالTPS؟ هي عبارة عن Information System، يعني نظم معلومات، that captures and process data about business transactions. طيب خلينا نوقف هنا شوية صبايا، بدكم تعرفوا شغله، الترانزاكشن عباره عن حركه، هذه الحركه مستحيل تنحذف من النظام. اوكي شو يعني هذا الكلام؟ بلاش، هل ممكن انه مثلا انت تعملي حوالي مثلا لصاحبتك بمبلغ 500 ريال وبعدين تروحي على البنك تحكي لهم معليش هذه الحركه الماليه حذفوا لي اياها من سجلي؟ تقدري؟
طبعا لا، لانه خلص اي حركه بتعمليها بالبنك بتضلها مسجله، بسجل لك كل الحركات، ما في إشي اسمه اندو تتراجعي، ما في إشي اسمه ديليت، فهي بسموها البزنس ترانزاكشن، كل الحركات. طبعا البنك هو من احد الاشياء اللي بيستخدم الترانزاكشن، اوكي؟ وطبعا الترانزاكشن كثير بيستخدم بالداتابيس اللي هو بسجل كل الحركات. فالترانزاكشن شو بيعمل؟ بكابتشر، كيف يعني احنا بنقول لك كابتشر الشاشه، بيلتقط هاي البيانات وبيعالجها وبيخزنها as a transaction. لما أحكي transaction يعني ما في undo، ما في حذف، أوكي؟ الـ MIS طبعاً هذا تخصص كامل، في ناس قاعدة بتتخصص بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في اللي هو الـ MIS اللي هو Management Information System، إدارة نظم المعلومات، هو كيف أنا أدخل الكمبيوتر على الإدارة، تمام؟ بحيث إني أنا أزودهم بـ Management Oriented Reporting Based on a Transaction Processing، يعني أنا كيف أدخل الكمبيوتر على الإدارة، كيف يصير عندي النظام قادر أنه يعطي تقارير بناء على transaction processing، على المعالجات الحركات اللي هي موجودة في الشركة وإيش العمليات الموجودة، يعني هو بيساعدهم بس بتنظيم وإدارة الشركة. DSS وهذا كمان أيضا في ناس كتير عم تأخذ فيه دورات عالمية اللي هي decision support system، أنا كيف أخلي الكمبيوتر يساعدني بأخذ القرار، فهو بيساعد helps to identify decision making، إنه تأخذ قرار، opportunities or provide information to help make، يعني عنده خيارين، إما هو بيساعد علشان إنه يعطي قرار مناسب، أو إنه بيساعد على أخذ ال هون decision making، إنه يعني خلص بيأخذ، أو هون make decisions إنه يعطي مقترحات، يعني يا إنه بيأخذ القرار الصارم وانتهينا، القرار مثلاً المناسب مثلاً إنه تعمل باك اب، أو بيعطيك مجموعة من الديزيجن إنه ممكن تعمل باك اب، ممكن تعمل موف، ممكن أكثر من شغلة، أوكي؟ هاي هي ببساطة. طيب نكمل عنها. في عنا كمان هون عنا expert system، النظم الخبيرة. إيش النظم الخبيرة؟ طبعا يعني النظم الخبيرة جدا 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 مهمة. أعطيكوا أبسط مثال من حياتنا اليومية، بعرفش إذا بتعرفوا موقع اسمه ويب طب. هذا ويب طب مبني على expert system. كيف يعني؟ ان النظام بيتعلم من تلقاء حاله من المعلومات اللي بياخذها من المستخدمين، تمام؟ فبيصير يسال اليوزرز انت شو اعراض اللي بتعاني منها، 1 2 3، مع الوقت بيصير يتعلم، اوكي، وبعدين بيصير يعطيه تشخيص المرض. هاي من احد الامثله الشهيره على الاكسبيرت سيستم. فهو نفس الاشي بيعمل كابتشرز بس بطريقه اكسبيرتس، يعني خبيره بالعمل، اوكي. بعدين شو بيعملها؟ سيميليت، بحاكي هذه الخبره، بيحاول انه يقدم بنفت، يعني فائده للناس، مين اللي ما عندهم خبره. انا لما ادخل فوتوا شوفوا، اكيد يعني بتعرفوا ويب طب، اوكي، ويب طب هذا نظام خبير عنده معلومات كافيه، بس بصير يسال الناس وعاملين شكل بادي جسم سيميليتر، بتحكي راسي بوجعني، عيني كذا، بتعطي كل إشي. فبعد ما تخلصي وتعملي سبميت ارسال، هو بيقدم لك الفائده لانه انت ما عندك خبره بالتشخيص، انت اعطيتيه الاعراض بس هو بيفسر لك هاي الاعراض، ايش يعني مثلا الالم الموجود، تمام؟ حكينا كوميونيكيشن اند كولابوريشن سيستم، هاي يعني اكثر مثال عليها البلاك بورد، اكثر مثال عليها البلاك بورد، هي عباره عن معلومات انظمه بتساعد على المور افكتيف كوميونيكيشن، يعني انه بتحسن من عمليه الاتصال بين الناس الموجوده، العاملين او المشاركين او كاستمرز او سبلايرز، ممكن مزودين بهدف انه ايش، enhance their ability to collaborate، يعني بهدف تحسين التعاون ما بينهم. اوكي، office automation system، انه انا كيف بدي اخلي المكتبات او المكاتب العمل تشتغل بطريقه اوتوماتيك. فهي احنا دخلنا الانفورميشن سيستم على هاي المكاتب بحيث انه تدعمها قدر المستطاع في البزنس اوفيس اكتيفيتي. ابسط مثال عليها برنامج الوورد، يعني بدل ما اكتب على ورق وكل ما غلطت بدي امزع الصفحه وارجع اجيب صفحه جديده، خلاص الوورد مباشرة غلطت فيها بعمل كليك وبحذفها، تمام؟ فهي ايش بتعمل؟ بتحسن من اداء العمل بين الناس الموجودين في المكتب. طيب في عنا كمان اشي اسمه الستيك هولدرز. ستيك هولدرز يا صبايا اللي هو بلايرز ان ذا سيستم جيمز، يعني اللاعب اللي هو اللي زي، تخيل انه انت عندك لعبة، اللاعب هو اللي اسمه ستيك هولدرز، يعني معنى آخر هو الشخص اللي بيستخدم النظام،
تمام. فهو بيحكي لك أي شخص الستيكهولدرز شو معناته، أي شخص who has interest and existing on proposed information system، أي شخص موجود على النظام المقترح يعني على النظام تمام. فالستيكهولدرز ممكن يكون عبارة عن شخص تقني technical، أو ممكن إنه هو عامل non technical. يعني إحنا ممكن مثلا على البلاك بورد ممكن يكون في عندي الدعم الفني تمام، تعيين عمادة التعلم الإلكتروني، هذول technical بدعمه تقنية، أو ممكن non technical، ممكن أستاذ لغة عربية هو مش تخصصه technical بس عم بيستخدم النظام تمام. الطالب مش technical بس عم بيستخدم النظام، فكلهم هذول اسمهم stakeholder تمام. وممكن هذا الستيكهولدر ينقسم إلى نوعين، internal و external. إيش يعني internal و external؟ ممكن يكون من داخل البيئة وممكن يكون من خارج البيئة، يعني من داخل النظام أو من خارج النظام، يعني من داخل المؤسسة أو من خارجها. طيب رح تتضح هاي المصطلحات يا صبايا لقدام، بس هلأ إحنا بنعرف فيها. في عنا الانفورميشن workers، إيش يعني العاملين بالمعلومات؟ شو يعني هذا المصطلح؟ بحكي لك الworkers هدول هم اللي بيشتغلوا، هم وظيفتهم مثلا انه creation، انهم ينشئوا او يجمعوا collection او يعالجوا او يوزعوا المعلومات المستخدمة. اوكي، فمثلا احنا عنا على blackboard مثلا الاستاذ بنشئ المادة، بنشئ غرف صفية صح، بعمل creation. مثلا الطالب بجمع المادة، بجمع علامات، بعمل collection وهكذا تمام. في عندنا knowledge workers، يعني في ناس يعني بيشتغلوا بالأنظمة لكن ذات knowledge، يعني عندهم معرفة. are subset of information worker، يعني هذول الجماعة جزء من هذول الجماعة تمام، لكن عندهم responsibilities، يعني عندهم مسؤولية اتجاه specialized body knowledge، اتجاه تخصص معين. يعني ممكن انه مثلا أستاذة حاسب آلي عم تستخدم blackboard بس عندها knowledge، فهي بيكون مثلا تخصصها مثلا التعلم الإلكتروني تمام. هذه هي ببساطة. طيب خلينا بس رح أكبر stakeholder perspective on information system. هاي الصورة بتوضح أو بتلخص stakeholders، بس هي الصورة شوية مش واضحة كتير، رح أحاول إني أوضحها بقدر المستطاع. بس خلينا هون لحظة ثواني. ممكن اوكي ممكن هيك. طيب خلينا نشوف. اول اشي انه احنا زي ما حكينا في عنا البلايرز هاي، وفي عنا هون مين البروسس صح ولا لا؟ طيب ديسكارد، لا مش واضح هيك، خليني بس اوكي يا خلينا نشوف يا صبايا. هلا في عنا البزنس درايفر، في اشي قبل شوي احنا حكينا عنه اسمه البزنس درايفر صح ولا لا؟ وحكينا قبل شوي باول سلايدات عن التكنولوجي درايفرز، في فرق طبعا بيناتهم. اوكي طيب، إلهم علاقة ببعض هذول البزنس درايفر والتكنولوجي. بزنس يعني له علاقة بالشركة، تكنولوجي يعني تقنية، يعني احنا دمجنا الاعمال اوكي مع التقنيات، هاي معناتها. طيب طيب خلينا نيجي لهون. هون عندي البلايرز، الناس اللي عم تستخدم النظام، وهون البروسيسور هم الناس اللي عم بيصمموا النظام. اوكي، وطبعا هاي نفس الاشياء اللي شرحناها قبل شويه تمام. طيب في عندي سيستم اونرز، مين هم السيستم اونرز؟ السيستم اونرز اللي هم الناس صاحبين يعني اصحاب المؤسسه. يعني مثلا البلاك بورد في شركه، اوكي هاي الشركه هي الاونر اللي هي مالكه لهذا النظام، فهم بيدفعوا pay for the system to build and operate، هم اللي دافعين وتعبين للمبرمجين عشان يبنوه عشان يشغلوه. a set of version and properties for the system، يعني وكمان انهم هم عم بيعطيهم نسخ، بيطلعوا منه النسخ وتحديثات، وبيحاولوا دائما يعملوا يعني انهانس لهي الانفورميشن، بيحسنوا من هاي الانفورميشن بحيث انه تكون السيستم اللي عم بيقدموه بكوست مناسب وبيقدم الفائدة وبيحل المشاكل وبيعطي مميزات أخرى. يعني مثلا البلاك بورد أغلب الجامعات متجهة إليه لأنه بيقدم فائدات كثيرة، حل مشكلة الفصول الافتراضية، الاختبارات، درجات، في كثير مشاكل عالجها تمام. هاي هي السيستم أونر. في عندنا السيستم يوزر،
بعد الاونر بيجي اليوزر اللي بده يستخدم النظام. اوكي، فهو البزنس ريكويرمنت اند اكسبكتيشنز فور ذا سيستم، يعني اللي طلب، يعني انا كمؤسسه جامعيه او تعليميه رح اطلب من البلاك بورد، انا محتاج مثلا منكم نظام عشان يدعم المحاضرات ودا دا دا بلا بلا بلا. فانا كمؤسسه جامعه بزنس، طبعا الجامعات تعتبر زي البزنس، اوكي، بس بهم بتكون بالعاده الجامعات مثلا الحكوميه غير ربحيه، اوكي، فهي بتطلب منهم انهم يصمموا هذا النظام عشان يتوافق مع الريكويرمنتس اللي هي المتطلبات، بحيث انه الانفورميشن سيستم بيقدم لهم الاشياء او الفانكشناليتي اللي بيستنوها، تمام، طبعا بحيث انه يكون بسهوله الاستخدام، تمام. هاي هي. طبعا في عنا ناس يسموا سيستم ديزاينرز. ايش يعني سيستم ديزاينرز؟ اللي هم اللي راح يصمموا هذا النظام، هم كمان راح يبلشوا كانهم بيعملوا ترانسليت، يعني بيترجموا البزنس ريكويرمنت من هون، تمام، لايش ببرمجوها؟ لكود، لتكنولوجي سوليوشن، لحل تقني، تمام، وبيقدموا طبعا من خلال انهم هم بيصمموا وبيعطوا ارشادات كيف انه النظام نستخدمه. فمثلا احنا على البلاك بورد بنروح بنشوف مثلا الادله الموجوده انه كيف احنا بدنا نستخدمه. في عندنا كمان نوع من المستخدمين او الاشخاص اسمهم بيلدرز، اللي هم شو بيعملوا؟ كونستراكت، اللي هم بيبنوا، هم ديفلوباي يعني بيطوروا، هم الناس هذول فعليا اكتوال اللي بيشتغلوا على الهاردوير والسوفتوير عشان يعملوا ايش؟ امبلمنت. اوكي، معنى اخر البيلدرز هذول اللي هم اللي راح يبرمجوا، بروجرامر، وهم اللي جايين مع الناس السيستم امبلمنتيشن من هون، واللي هي سيستم بيلدر من هون. لكن السيستم ديزاين والديزاينر من هون اللي هم بس بيصمموا، بيحكوا والله احنا بدنا الشاشه تصمموا لنا اياها مثلا بهاي الطريقه، هم بس برسموا الاشياء وبيبعثوها لقسم البرمجه علشان انه يبرمجها. هذول اليوزر اللي هم سيستم يوزرز، واللي هم السيستم اناليسز، هاي هي رتبتهم. اما الاونر فهم بسموهم السيستم مالكين النظام، او بسموهم السيستم انيتيشن، تمام. عرفنا العلاقه يا صبايا بيناتهم، طبعا بالتفصيل الممل رح نحكي عنها ان شاء الله، رح نحكي عن كل واحد بالتفصيل ان شاء الله بالمحاضره القادمه. اذا عندكم سؤال او استفسار تواصلوا معنا. Good luck.